ولكن خلينا نروح لمعالي السفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار. معالي السفير، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا كابتن اسلام، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام كالعاده الحقيقه. كله تمام يا كابتن. السفاره المصريه كالعاده الحقيقه، مش في كوت ديفوار بس، ولكن السفارات المصريه المنتشره على انحاء العالم كله الحقيقه دائما ما تجري الدبلوماسيه، والسفارات المصريه بتستقبل الفرق الرياضيه سواء في افريقيا او في خارج افريقيا، ولكن استقبال مميز واستقبال رائع الحقيقه لمنتخبنا الوطني. ويعني اللي انا بسمعه يا فندم انه كل حاجه ميسره للمنتخب هناك. الله يخليك يا كابتن اسلام، ميرسي جدا جدا، ده واجب علينا طبعا يعني. وبعدين اسمح لي احييك على المقدمه الهائله اللي حضرتك قلتها عن حب الوطن وعن بلدنا ومنتخبنا يعني، والشعور بالفخر. احنا كجمهور، مش هتكلم كسفير يعني، انا جمهور، انا واحد من الجمهور طبعا، احنا بنشعر بالفخر يعني، سواء لما حضرتك كنت بتلعب ولا لما الفريق الحالي بيلعب، احنا دايما يعني بنؤازر هذا الفريق كسفارة وكجالية وكجمهور. وزي ما حضرتك قلت طبعا، كلنا يمكن في الاستاد بنشعر بالموضوع ده اكتر طبعا، فعلا بتقشعر الابدان زي ما بنقول يعني، لما نسمع النشيد الوطني. ربنا يوفقكم ان شاء الله جميعا. يا رب ربنا يوفق المنتخب ان شاء الله يوم الخميس القادم، واعتقد ان كل الشعب المصري يكون في ظهرهم. ولكن كل الاخبار اللي جايه لنا من هناك يا فندم كلها اخبار ايجابيه، يا ريت حضرتك تطمنا اكتر على منتخبنا وعلى الملاعب وعلى التركيز وعلى درجات الحراره، لانه يعني الواحد لعب برضه هناك كتير وعارف انه درجات الحراره والرطوبه بتؤثر وبشكل كبير جدا على لاعبي شمال افريقيا تحديدا في هذه البطوله. صحيح صحيح صحيح، ملحوظه في محلها يعني. حضرتك شايف النهارده حتى اعتقد تونس للاسف يعني برضو خسرت، وبرضو حضرتك شفت الجزائر، وبرضو يعني احنا برضو كان في صعوبه في المباراه. صحيح، فانت حضرتك عارف فرق شمال افريقيا يعني دايما، ومصر بايض برضو ايضا بتكون من الفرق اللي هي يعني دايما يعني المستوى الفني دايما بنقول عالي شويه، او يعني في صحيح بيننا وبين الفرق الافريقيه الاخرى يعني، هم بيتميزوا طبعا باللياقه والقوه، لكن احنا عندنا الذكاء في الملعب وعندنا برضو الحس الفني اعلى شويه. الجو اكيد مؤثر، ما هو يعني لازم برضو نقول ان الجو مؤثر، ولو يعني انا نفسي ما احبش اقول اعذار، ولكن في تاثير طبعا. هو ليس تبريرا يا فندم، ولكن احنا بنقول يعني انا شخصيا شفت بالظبط، هي حقيقه واقعه. بالظبط يعني حضرتك شفت النهارده كمان، بقول لحضرتك تونس يعني بتتغلب من ناميبيا، ولكن الرطوبه بتاثر يعني. يمكن برضو الماتش اللي جاي هيتلعب الساعه 8، واللعيبه برضو بقى فتره دلوقتي تاقلمت على الجو من ساعه وصولها يوم 9 ان شاء الله، فاعتقد ان شاء الله باذن الله ده اضافه الى حاله التركيز الشديده اللي انا لمستها من الجميع، والاحساس من جانب اللعيبه ان يعني مش ده ادائنا. واظن حضرتك متفق معايا ان مصر احسن من كده، ولاعيبتنا احسن من كده من المستوى اللي ظهر في موزمبيق، وقد يكون ده بسبب الـ يعني الرطوبه مثلا العاليه، ولكن الجون الاول اللي دخل برضه يمكن يكون ليه تاثير عكسي، وان احنا كنا نفكر ان هو يبقى. وحضرتك لعبت كوره قبل كده ولا ايه يا فندم؟ مش كتير يعني، ولكن قد يكون هو السبب، ولكن ان شاء الله باذن الله خلينا نفكر في اللي صحيح. دلوقتي في تركيز، حاله تركيز عاليه جدا لمستها امبارح. انا التقيت طبعا مع استاذ جمال ومع الاستاذ خالد ومع كابتن حازم، ولمسنا طبعا في حديث كثيره دارت سواء من جانب الجهاز الاداري او من جانب الجهاز الفني مع اللعيبه، وان يعني من المهم ان احنا ان شاء الله الماتش الجاي يكون فيه تركيز، ويكون فيه يعني نقدم كره احسن باذن الله، ونتمنى ان هي تستمر لمده 90 دقيقه. انت شايف حضرتك يعني اللعيبه للاسف طبعا غصب عنها، بس يعني بعد صحيح نص ساعه البطوله بتاثر طبعا، ما بيبقاش في ضغط جامد، ما بيبقاش في احتكاك جامد، في فصاد بتضيع كتير. ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي يبقى افضل باذن الله. كل التركيز على محمد صلاح، كل التركيز على النني، كل التركيز على تريزيجيه وعلى مصطفى محمد، على عمر مرموش. يعني كيف يتعامل هؤلاء اللاعبون يا فندم وسط جمهور من كوت ديفوار او من ساحل العاج محب جدا لمعظم اللاعبين المصريين او كل اللاعبين المصريين؟
انا عايز اقول لحضرتك بقى النقطه دي. اتفضل. الجمهور الايفواري جمهور يعني بيحب الكوره. صحيح. فاهم في الكوره، مش يعني مش بيشجع كده، لا بيحب الكوره. ففرصتنا ان شاء الله باذن الله، لان طبعا الماتش ده انا هيكون فيه جمهور من غانا كتير، حضرتك عارف غانا قريبه، دوله مجاوره. صحيح. وفي قريبه بالظبط، وهيجي جمهور كتير من الغانيين هيشاركوا زي الماتش الاول بتاعهم. يعني ان شاء الله باذن الله نحاول نسكت الجمهور زي ما بيقولوا، مش عايزينه يخش في اكيد اللعيبه فاهمه المواضيع دي اكتر مني، وحضرتك فاهم المواضيع دي اكتر مني، مش عايزينه يبقى هو الجمهور بتاعهم، يبقى هو يبقى ليه دور في الحماس ليهم. بالظبط بالظبط. يعني فانت يعني ان شاء الله باذن الله بخبرات اللعيبه دي، خبرات اللعيبه دي خصوصا اللعيبه يعني مش هقول بقى المحترفه وغيرهم، ولكن الخبرات اللي هم شافوها اللي هم قدروا يعني يتعاملوا مع الضغوط كتيره، فهيكون فرصه ليهم ان شاء الله باذن الله ان احنا نحاول من الاول كده نخلي الجمهور الغاني بقدر الامكان ما يبقاش يعني يبقى ساكت خالص، سواء يعني ان شاء الله باذن الله يعني في اول الماتش لو قدرنا ربنا يوفقنا بجون ولا حاجه يبقى كتر خير ربنا ان شاء الله. التوقيت يا فندم اعتقد هيفرق كتير قوي زي ما قلت حضرتك، ولكن اذا كنا بنتكلم هنا عن مصر او عن تونس او عن الجزائر، كلنا شفنا الشوط الاول مختلف تماما عن الشوط الثاني. هل التوقيت وان المباراه هتلعب بتوقيت القاهره الساعه 10 بالليل، ده من الممكن ان هو يكون له دور في ان احنا نشوف الشوط الثاني قريب من الشوط الاول؟ اتمنى والله، اتمنى حضرتك يعني احنا ما يعني لانه ما نقدرش نجزم بحاجه زي كده، ولكن بتهيألي اعتقد ان احنا الرطوبه موجوده في اي وقت. صح، احنا موجوده، هي موجوده، ولكن احنا واحنا بره بنعاني، لكن طبعا كل ما الوقت يعني الساعه 8 بتبقى افضل شويه، اقل شويه، فان شاء الله باذن الله هو الماتش ده هيبقى اول ماتش في الساعه 8 باذن الله، يعني نتمنى ان شاء الله. وبعدين زي ما قلت لحضرتك هم المفروض يعني احنا ان شاء الله يعني دلوقتي هنبقى يعني داخلين على تم يعني 10 يوم مثلا للبعثه، فتخيل الامور هتبقى افضل باذن الله ان شاء الله. تسمح لي تقول لي يا فندم الاجواء ما بعد المباراه الاخيره عامله ازاي؟ يعني حضرتك رحت مره او مرتين ما بعد المباراه، تعادل مخيب للامال وانتقادات كبيره للاعبين وللجهاز الفني، اللعيبه بتتعامل ازاي؟ الجهاز الفني بيتعامل ازاي؟ اعضاء الاتحاد يعني استاذ جمال، استاذ خالد، كابتن حازم. هو حضرتك زي ما بقول برضو يعني انا اتكلمت مع الكابتن خالد الحقيقه، يعني لا انا شايف احترافيه شديده في التعامل، يعني أوكي. في احترافيه شديده من جانب الجهاز الاداري والمسؤول الاتحاد يعني في التعامل، سواء قبل البطوله يعني سواء قبل البطوله لما كانوا بيشوفوا الملاعب وبيتفقدوا خط السير ويعني تفاصيل حاجات صغيره جدا. نعم. بيخشوا فيها وبيقدروا ان هم يعني يهيئوا افضل الامكانيات بحيث ان ايه ما يبقاش في مشاكل. يعني بيحاولوا بقدر الامكان يوفروا كل سبل الراحه للعيبه. فاللي انا شفته برضه ايوه كان في احاديث اكيد من طبعا من جانب المسؤولين، ولكن كلها متجهه في الاتجاه بتاع ان احنا نقدر نعمل احسن من كده، واكيد مستوانا احسن من كده، وان ان شاء الله زي ما حضرتك عارف ان دي مباراه محوريه. صحيح. هزيمه غانا طبعا هتخليها برضه ظهرها الحيطه، ولكن احنا ان شاء الله باذن الله ممكن نستغل ده لمصلحتنا، فالمستعجل عايز يجيب جون، يعني احنا ممكن يعني نلعب باعصاب اهدى شويه باذن الله. انا عارف ان احنا طبعا كجمهور بنضغط على اللعيبه، ولكن زي ما بقول اللعيبه المحترفين والقدرات الكبيره اللي عند اللعيبه دي تؤهلهم ان هم يعني يمتصوا الضغوط دي ويتفهموا ان احنا وراهم، يعني اكيد كلنا الشعب المصري كله ورا الفريق المصري في هذه البطوله ان شاء الله. سيادة السفير، هل هناك اي تاثير على روي فيتوريا المدير الفني؟ طبعا بعد التعادل في المباراه الاولى. يعني هو انا اللي انا فهمته ان هو اجتمع مع اللعيبه، لكن انا بقدر الامكان برضه انا عايز اقول لحضرتك بتحاول تبعد. يعني طبعا طبعا بتابع بالظبط، انا بحاول ابعد بقدر الامكان، لان انا ده يعني بحب ان انا حتى الاعضاء الصفه او لبعض الناس اللي هم بيحبوا ان هم يقولوا طب تعالى نشوف، انا بفضل بقدر الامكان ان انا اروح اطمن على الاحوال، وما الامور الفنيه ما بحبش ان انا اتكلم فيها ولا حتى مع يعني كابتن فيتوريا ولا حاجه، ولكن بفضل ان احنا نتكلم مع المسؤولين في الاتحاد واطمئن على احوال البعثه، ولو في اي حاجه هم محتاجينها نوفرها. انا متاكد ان احوال البعثه على افضل ما يرام من خلال يعني تكاتف كبير جدا من السفاره المصريه برئاسه حضرتك او بوجود حضرتك في كوت ديفوار.
ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا بعد بكره، ولكن نصائحك الاخيره لمنتخب مصر قبل هذه المباراه وتقول ايه للجمهور المصري؟ خلي بال حضرتك يعني 110 مليون ولا 120 مليون مصري بجد ينتظروا هذه المباراه. اكيد اكيد كلنا بننتظر هذه المباراه، يعني احنا كلنا عارفين ان المباراه دي يعني مباراه هامه جدا، المباراه محوريه. انا يعني ما اعتقدش ان في حد في مصر مش هيشجع المنتخب، يعني احنا بنزعل يعني طبعا ان احنا نزعل كده بنزعل وبننتقد ما اعتقدش يعني انا كنت برضو بتكلم في الموضوع ده مع الاستاذ جمال علام، لا طبعا يعني استحاله يعني ان يبقى كل الناس ورا المنتخب، احنا وراه يعني دي بلدنا وده منتخبنا، واحنا زي ما قلت لحضرتك في اول اللقاء ان احنا يعني دايما بنفتخر بهذا المنتخب. صحيح. من ايام ما موعينا على كوره، يعني موعينا على كوره والاجيال اللي قبلنا والاجيال اللي بعدنا، المنتخب ومصر في قلبنا يعني وفي دمنا يعني، فبنشعر بالفخر دايما وبنساندهم، الجمهور هيساندهم من اول لحظه في المباراه لغايه اخر لحظه. وفرنا جانب كبير من التذاكر كمان للمباراه اللي جايه، حوالي يمكن من 600 ل 800 تذكره ان شاء الله، من 600 ل 600. هل في عدد مصريين يكونوا موجودين بالعدد ده؟ في عدد زي ما شفت حضرتك المره الماتش اللي فات كان فيه جمهور كبير. ان شاء الله باذن الله برضو الجمهور ساند ويؤازر الفريق ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق باذن الله. انا بشكرك جدا يا سياده سفير على كل هذه المعلومات وعلى وجود حضرتك معانا، السفير شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار.